اهلا بيكم وحلقه جديده من يورو ستارز ومع تعلب والعالمي يوم جديد. عالمي حبيبي يا سيد، اخبارك ايه؟ منورين. عامل ايه؟ والله وحشني اشتغل معاك. وعايز اشتغل معاك. اجي لكم الاستوديو. يلا ده شرف لينا. شرف انت. لا انت ما رحتش بيها خالص يعني حازم، يعني ايه في جنوين، انما انت ما رحتش بيها خالص. مش عارف ليه. وانا ابني لحقت اتكلم. لحقت افتح بوقي على طول كده. لا وحشني والله. وحشني يا عالمي حبيبي. انت اضافه في اي حته يا عالمي؟ ربنا يخليك يا سيدي. فيش يا كده. تعال. ها؟ بتاع البني دي حلوه قوي. ربنا يخليك. تي شيرت ولا دي؟ لا دي لا دي ده نفس العيله. انا عارف. دي بتاعتك ولا بتاعت الوالده؟ بصراحه دي بتاعتي ودي بتاعت يسرا. يسرا. بس دي بتاعتك. مش داخله في حاجه فيهم؟ ها؟ امك مش داخله في حاجه؟ لا لا لا، ماما في الحاجات سلاسل كده. تلبس انسيالات بس. بس ما تاخدش منها الرئيس سلسلتك انت كمان. ايوه عايز سلسلتك. والله حمى كده. سياده النائب. ازيك يا سيف؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله كويس. الحمد لله. مستمتعين ببطولة اوروبا بصراحة. قوي. ماتشات حلوة. ثلاث ايام كل يوم، ثلاث ماتشات كل يوم، الوجبة جت دسمة يعني. وبعدين موضوع الكورونا ده لما الكورة وقفت. هي المجر ايه صحيح؟ لا المجر ايه في الكورونا؟ أكتر بلد فيها جمهور بشكل الملعب كله بيتقفل. بس شفت الماتشين بتوع المجر عاملين ازاي؟ بس بيقول لك فاكسينيتد ناس كتير. ماشي بغض النظر كل يوم. بس على فكرة ما بيشترطوش. بس انت عارف ان هم ما بيشترطوش. ان مش لا لا ما بيشترطوش. لا لا بيشترطوا ان انت تخش الملعب بي سي ار. ايوه مش بيشترطوش على الملعب يعني. ان اللي يخش الملعب من مش لازم تكون عملت الفاكسين، مش لازم تكون اخذت فاكسين. عملت بي سي ار على الاقل. صح. ايوه بس انت عارف ان هو انا سمعت ان هو ممكن ينقل النهائي من ويمبلي يوديه المجر. بعد الهتافات العنصريه اللي عملوها عشان صعب. بعد الهتافات لان هم اتاكدوا النهارده الويفا بعد التحقيق ماتش فرنسا وماتش البرتغال. بس ماتش فرنسا تحديدا. لا البرتغال كان كل ما لعيب اسمر بيمسك الكوره بيعملوا صوت. حاجات يعني مش عايزين نشوفها في الكوره تاني. بتاعت زمان دي. للاسف يعني اوروبا الشرقيه لغايه دلوقتي عندهم نسبه عنصريه كتيره كبيره جدا كلهم. شفنا في اوكرانيا ايه اللي حصل من سنتين، شفنا في روسيا ايه اللي حصل السنه اللي فاتت. والناس بتحاول تبرر العنصريه دي. فبعد الموضوع العنصريه دي والهتافات العنصريه صعبه جدا ان هم ينقلوا النهائي هناك. خش على البرتغال والمانيا. البرتغال بقى ماتش راح جه راح جه. كريستيانو حاجه كل يوم بيدي درس. لا ده يعني طبعا كريستيانو جامد بس هو المانيا اللي جامده بصراحه. مع ان المانيا الماتش الاولاني هي برضه حاطه فرنسا في نص ملعبها بس ما فيش جوان. المره دي يعني يمكن بالنسبه لي جوزنس هو كلمه السر. جوزنس باك الشمال لاتلانتا او الهاف الشمال او الوينج الشمال بيكمل. يعني لو تشوف في ماتش حتى فرنسا هو بيكمل كراس حربه ويمكن خبط بافار لما وقع له جاب له يعني كان ارتجاج شويه. تكمله الباك الشمال هو ده بقى وينج يعني او بس بص وينج باك وينج باك بس بص بيروح فين كراس حربه. الماتش الثاني يعني عامل جاب جايب جون وعامل جونين تقريبا. هي نفس الكوره بالعرض جامده جدا والناس بتكمل الهجمه. ماتش المانيا يمكن هجوميا تحسن شويه لان بقت ناس تخش ال 18 اكتر مش ماتش فرنسا. هتلاحظ كل الكرات العرضيه تلاقي هافرز بيكمل، مولر بيكمل، جنابري بيكمل. كان ماتش فرنسا مش موجود كميه الناس دي كلها، بتلاقي مولر بس لوحده يعني. البرتغال بتلعب على الكاونتر اتاك يعني باين ما عندهمش غير السرعات لقدام او الكره الطويله عملها كويس قوي قوي. اسمه ايه؟ لابورتا. لابورتا يوتا 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 بتاع الثاني اسمه ايه لابورتا ده بتاع وبعدين برناردو سيلفا عملها حلوه قوي. اليوتا اللي عملها يعني هجوم فاضي خلاص لكريستيانو. لكن انا شايف شيء طبيعي ان المانيا ترجع بالشكل القوي ده. فرقه قويه جدا. مش طبيعي انها كانت تخسر 1-0 من فرنسا في ماتش هي المسيطره. لكن زي ما بقول لك المجموعه دي اعتقد هيطلع منها احسن توالت اكيد. يعني حتى لو البرتغال ما كسبتش بس بتاعي الاربع توالت هيبقوا جايبين اربع نقط. يعني المجموعه الاولى بتاعه سويسرا سويسرا هتطلع احسن توالت. هتطلع احسن توالت هيبقى اربع نقط. ومتهيألي برضه مجموعة المانيا وفرنسا هيبقى فيها اربع توالت منهم البرتغال او متهيألي البرتغال هي اللي هتطلع الرابع هتبقى اربع نقط برضه. شفت ازاي؟ شفت ايه؟ ماتش ماتش البرتغال والمانيا؟ لا ماتش زي ما كابتن حازم بيقول يعني المانيا كويسين جدا. دايما وانت داخل ميجر تورنمنت او بطوله كبيره ما ينفعش ترايت اوف المانيا او ما ينفعش انت تستبعد المانيا من الترشيحات. المانيا دايما حتى وهم في مستواهم العادي دايما بيوصل سيمي فاينل. كذا بطوله كبيره حاجه مجمعه يعني. بطوله كبيره يعني كاس عالم كاس اوروبيه دايما بيوصلوا سيمي فاينل. دايما بيعرفوا ازاي ان هم يكسبوا. عندهم فتره طويله. لا عندهم المنتاليتي بتاعت الفوز يا سيف. ما بيعرفوش الالمان زي في حياتهم الطبيعيه. ناس ما بيعرفوش الا يشتغلوا بس. بني ادم قيمته بحجم عمله باللي بينتجه. ما فيش اي قيمه للبني ادم ثانيه غير باللي بينتجه من خلال العمل. نفس الكلام تاخده في الرياضه وتاخده في الكوره.
عقليه عظيمه على 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 كل المستويات. من اكبر مدرسه بحبها. عايز اقول حاجه في المانيا برضو، عشان انا متهيألي المانيا لو لما تطلع فوق يعني فكره موجود فيش راس حربه في المنتخب الالماني دي، انا شايف هيجي في ماتش هيبقى عامل زي فرنسا كده مش عارف يجيب جوان مين. يعني انا عارف برضه بيلعب مولر كل ماتش 90 دقيقه، الناس كلها بتتغير قدام الا مولر الماتشين 90 دقيقه. انا ما بشوفش مولر بصعب يعمل حاجه عجوبه يعني. انت شايف ان مولر مكانه مهم جدا ان هو ما بيغيرش راس حربه ثاني؟ اول مره راس مولر برضه مش يعني مفيش حاجه في الماتش، مش بس قول يعني ساعات كان مع البايرن بيلعب راس حربه زمان. انا مش شايف ان هم ما عندهمش الا فيرنر وتيمو فيرنر مش راس حربه قوي. انما ما عندهمش راس حرب. اول مره المانيا يعني طول عمرهم عندهم رودي فولر، عندهم كلينسمان، عندهم بيرهوف، عندهم على طول دايما عندهم راس كلوزا، عندهم دايما كلوزا صح طبعا ما ينفعش تقولوش، عندهم دايما راس حرب جامد. اول مره المانيا ما بقاش فيها راس حرب اللي هو الصريح اللي هو نمره 9 اللعيب اللي هو بيشتغلوا عليه، اول مره ما يلاقوش. إريكسن يعني في الاخر عمليه جراحيه وفي احتمالات يلعب بدل ما يكملش. ده الانتر مش عايزين يلعبوه. الانتر قال لك هو قال لك هياخد سنه ما يلعبش. لا قال لك الانتر واضح ان هو ممكن يعني ما يلعبش كوره تاني. وده الانتر 90% ممكن يحصل. خلي بالك برضه ان هو انت حاطط لك جهاز ينشط القلب لو حصل لا قدر الله حاجه تاني، تبقى صعبه الحاجات دي. ممكن صعب قوي. ها يعني موقف خلي بالك في موقف كده حصل قبل كده، منتخب كبير موقف حصل بس مش بنفس الشكل مع كانو. لا ومع كانو في كانو قاعد يلعب في اكس كتير جدا، واول ما راح الانتر بيعمل كشف لا انه عنده مشكله في القلب كبير بس رجع لعب بعديها وخلوا له فديجه. لعب كتير طبعا فديجة. لعب كتير فديجه من فديجة الانتر نفس الكلام اول ما راح الانتر. وعمرو زكي فتره بالتالي عمرو جاله حاجه برضه بس كان عضمه القلب كبيره. عمرو قال لك المجهود راح الدوري الانجليزي بس ما منعتوش الحمد لله يعني. ففي حاجات بيوضح ان بتقدر تكمل وفي حاجات ما بتكملش. على فكره في ايطاليا يعني اللي انا بقى عرفته لما دخلت دورت في ايطاليا ممنوع ان انت تلعب بالجهاز بالجهاز ده عشان كده هو ريسك كبير قوي. فديجا ما رضوش يلعبوه حتى بعد ما عملوا له عمليه وكده كان خلاص ممكن يلعب ما رضوش يلعبوه. هو كان ساعتها فديجا عنده 24 سنه 25 سنه كان جاي من لانس ونفس الكلام دلوقتي مع اريكسن كل التقارير بتقول ان هم مش هيرضوا يلعبوه بالبتاع دي. لو عايز يلعب ما لازم يمشي من ايطاليا. قرار صعب وقرار اصعب بس هو في الاخر صعب. قرار طبي يعني مش قرار نادي. انا شايف ان هو الدكتور او الدكاتره هم اللي يحددوا يقدر يلعب ولا مش النادي. الحاجات دي حاسس ما فيهاش الحاجات دي الحاجات دي يعني حاجه ما فيهاش لعيب يدوس على نفسه وعسيل. لا دي هتشوف ايه يعني ما لهاش حاجه ده القلب ملوش هزار يعني. فعشان كده بقول لك اعتقد الحاجات دي اللي يحددها الدكتور مش النادي حتى يعني. النادي ممكن في يعني لو ميدو بيقول لك ايطاليا ما بتشترط ما يلعبش ممكن في انجلترا يلعب بغض النظر يلعب بس لازم الدكتور هو اللي يقول له تقدر تلعب ولا لا او الجهاز ده يقدر يلعبك ولا لا يعني. بس خليك في الاخر انا عايز اقول لك حاجه يا سيف. طبعا الريسك وانت الهارت بيت بتاعك او الـ او الـ او الهارت ريت بتاعك عالي او البلس بتاعك دايما عالي وانت بتلعب بتاع اعلى سنه بس اي حد فينا ممكن يموت وهو نايم في السرير يعني. ويعني ايوه بس انا قصدي يعني مش هياخدوا كده يعني. هم بيعملوا كشف طبي مش هتقول لهم احنا لا يعني ما يعني ما الناس تاخد الاسباب يعني. يعني لازم تكون اوريدي الامور ماشيه او فيه تبين وبعد كده تبتدي تاخد بقى الريسك. بص هو اقرب حدث حصل في توتنهام فابريس موامبا لعيب نادي بولتون وبرده الدكاتره في دكاتره قالت ان هو ممكن يلعب تاني وبرده خد المكنه دي وما لعبش تاني من ساعتها. مين من وجهه نظرك بعد يعني الجولتين دول الفرق المرشحه مع وجود طبعا افضل توالت الامور هتبقى معقده جدا في البطوله دي؟ لا يعني الفرق الكبيره كلها كويسه يعني المانيا فرنسا حتى البرتغال ايطاليا مش ايطاليا طبعا ايطاليا 30 ماتش غلبوها 9 ماتشات حاجه 10 ماتشات لا يعني قصدي 9 نقط و10 ماتشات كلين شيتس وداخل في 31 ماتش من غير هزيمه وبيلعب النهارده على فكره ب 8 الاحتياطي تقريبا يعني لعبش غير دوناروما وبونوتشي وجورجينيو بس من فرقه اساسيه وكسب. انا بس اللي مش عاجبني صراحه اسبانيا. اسبانيا يعني اسبانيا تحس ان هم عايشين في اللي هو فكره تشافي وانيستا والجيل العظيم ده. بس الجيل ده كان عنده حلول كتير. هو برضه بيلعب بنفس الكونسيبت اللي هو باباصي طب وبعدين مفيش حاجه قدام خالص. مراته بعيد قوي وكان زمان يعني الجيل الذهبي بتاعهم كان حتى لو ما عندهمش راس حربه جامد بقيمه تشافي وانيستا والناس دي كان تشافي وانيستا والناس دي بتكمل الهجمه. كان عندهم تورس وكان عندهم كاروس فيا عندهم تورس يعني وفيا طبعا بس بقول لك حتى لو كان مثلا فيا وحش ولا تورس في اخر ايام برضه تورس ما حضرش معاهم كاس عالم ولا خد معاهم اوروبا 12 بس كانوا هم الناس اللي في نص الملعب لعيبه جامده جدا طبعا الاطراف كان عندهم حلول. دول ما فيش يعني. ايه المنتخب اللي عامل لك ابهار لحد دلوقتي؟ ايطاليا. انا بحب ايطاليا جدا بصراحه. ايطاليا برضه
ايطاليا منظمين جدا. خلي بالك ان انت تقعد 30 ماتش ما تتغلبش، ده في الكوره مش سهل، بالذات بتلعب في انترناشونال ليفل او في مستوى دولي صعب. مانشيني مدرب جامد على فكره، طول عمري بحب مانشيني، مدرب كويس، هو لعيب كوره كده شيك كده حاجه جميله يعني، وكان لعيب حلو جدا. فيالي على الدكه برضه، فيالي جامد يا اخي، انا احبه جدا. فيالي بيشتغل يبقى مساعد، مش مساعد، مدير الفريق. فيالي يعني زي بيرهوف كده في المانيا في وقت من الاوقات. امبابي عامل حاله تصادميه مع منتخب فرنسا. امبابي الموضوع مع جرو يعني كان مش لذيذ، مش احسن حاجه، وانك تطلع تتكلم في التلفزيون في مؤتمر صحفي وتخبط في جيرو بشكل ان هو هيروح ريال مدريد، يشتكي في اوضه اللبس. هيروح ريال مدريد، ما اعرفش، حتى هو يعني مش موضح الموضوع بشكل كامل. لكن بجميع الاحوال هو اخطر لعيب في فرنسا على فكره، هو الوحيد اللي بيروح للجون، هو الوحيد اللي عنده حلول. حتى ماتش المجر الوحيد بيعدي في جوه ال 18، بنشوف على الجون اكتر واحد، بيعمل فرص كبيره جدا، بينقل الهجمه. يعني طول ما فرنسا مضغوطه في اي لحظه بتلاقي كاونتر اتاك على امبابي، فهو هو يعني بالنسبه لهم النجم بصراحه. هو الوحيد عنده انه عنده الشكل الهجومي مختلف شويه اكتر من بنزيما في البطوله. انا بتكلم على البطوله، الماتشين اللي احنا شفناهم لفرنسا يعني اكتر من بنزيما، اكتر من جريزمان طبعا. ما اعرفش كومان فينا بيلعبش ليه، ما بيلعبش كومان خالص. احتياطي. ايوه ما انا عارف ما بيلعبش ليه يعني، مع ان مثلا ماتش المجر كان ناس كتير جدا مش في حالتها، ما بيلعبش برده. بس انا بشوف امبابي بغض النظر هو افضل لاعب في فرنسا يعني. مين اللعيبه، مين اللي يعمل الفرق مع منتخبه؟ يعني من غيره منتخبه يتاثر كتير. كريستيانو رونالدو البرتغال، هاري كين انجلترا، ليفاندوفسكي طبعا، ليفاندوفسكي في بولندا، من غيره منتخب بولندا منتخب يعتبر عادي جدا. ده جون حلو ده قوي. لا ليفاندوفسكي ده جامد جامد جدا، كل ما يتقدم في العمر كل ما. امبارح شاف سيف كريستيانو رونالدو الراجل بيطلع الكوره من السته يارده وبيطلع يكمل في الكاونتر اتاك. عشان تعمل كده محتاج ان انت تكون عايش حياه يعني محترفه جدا بشكل كبير جدا. كل ما بيتقدموا في العمر اللعيبه دي دلوقتي، انت لو بصيت ليبرون جيمس مثلا في الـ NBA بعد ما عدى سن 31 32 سنه ابتدى يبقى لعيب مختلف، ابتدى يبقى عنده الناس اللي بتعمله ريكفري والستاف بتوعه، وعنده ناس عايشين معاه طبعا الناس دي بتاخد فلوس مختلفه وعايشين في قصه مختلفه. الموضوع مش موضوع لعيب، انت بتتكلم مؤسسه يعني شركات وناس ماركتنج وناس قصه كبيره يعني. مين يبقى عمره اطول، كريستيانو ولا ميسي من وجهه نظرك؟ على حسب الليفل اللي انت عايز تلعب فيه على فكره. وخلي بالك من كريستيانو رونالدو ده، ممكن السنه الجايه يروح الام ال اس ويقعد يلعب 5 6 سنين، وممكن يكتفي انه يلعب سنتين في التوب ليفل ويبطل، على حسب الليفل اللي انت. لا مين في الليفل العالي من وجهه نظرك يبقى عمره افضل؟ ده ما نقوله كريستيانو شغال على نفسه بشكل اقوى عنده. خلي بالك ميسي محافظ على نفسه برضه، بس هو ميسي التالنت بتاعته ممكن مش لازم ان هو يبقى لا ده نفس فت زي التاني. تاني ميسي جامد جدا كورته ما اعرفش بصراحه، بس انا في رايي ان كريستيانو رونالدو هيفضل يلعب سنين في التوب ليفل يعني، وميسي برضه نفس الكلام. تعال زي ما بيقول ميدو يعني الاثنين هيكملوا للاخر، صعب تعرف يعني. هتلاقي شويه بشويه طبعا نجوم بيطفي عن دلوقتي، بس هيفضلوا يلعبوا سنتين ثلاثه كمان في التوب ليفل يعني. خلصنا كلامنا عن البطوله، السؤال كنا اتكلمنا فيه قبل كده عن محمد صلاح، وانت قلت هيروح بي اس جي وقعد، لا راح هنا ولا راح ريال مدريد. لسه ما قفلش يعني الاتجاه لكده. ليه؟ لا انا رايي انه ممكن، لا على فكره لو مبابي يتحرك اي وقت صلاح ممكن يخش. خلي بالك ان بي اس جي مش هيخسروا لعيب جامد ومش هيجيبوا لعيب جامد. انا ما زلت مصر إن, ان ان وعارف كويس جدا ان ملاك باريس سان جيرمان واداره باريس سان جيرمان بيحبوا محمد صلاح جدا وعايزين نفسهم ان محمد صلاح يروح. ده اللي انا دي المعلومات اللي طبعا عندي. بس انا متاكد ان محمد صلاح الثاني في ليفربول. على فكره محمد صلاح لو ماشي من ليفربول مش هيقول لك يا سيف، ما تفتكر ان هو مثلا هيقعد معاك على المركب يقول لك انا هروح ليفربول وصلاح بي اس جي. لا انا قصدي انا ما عرفتش منه، انا ما عرفتش منه هو هيقول هو هيقول للرئيس مثلا ان انا رايح بي اس جي، انا مش هقول لك. هم بياكلوا بيتغدوا سمك، قعدت سمك مع بعض. لكن انت لسه عند كلامك. انا بقول ان حتى لو ما راحش الصيف ده هيروح الصيف الجاي. ما تقعدش تلعبنا. لا ولو ما راحش السنه دي هيروح اللي بعده. انا بقول لك مش هيروح. انا بقول نادي واحد وانا بقول محمد صلاح في ليفربول هيطول. وجهه نظري ماشي، انت وجهه نظرك ان هو هيروح.
حسب وجهه نظرك. لو راح بي اس جي طب ها اللي انت عايزه، انا جاي معاك في اللي انت اكيد سمك اكيد. هديك هديك 20000 جنيه انا والكرو كله، هديك 20000 جنيه هديك 20000 جنيه ودي الاسطول اللي عنده لا ما اعرفش. اصل بص لعيب الكوره مستقبله هو عايز ممكن حاجه معينه، لكن تحصل اي حاجه. لكن انا بشوف زي ما قلت لك، احنا لما كنت على موضوع صلاح من شهر قلت لك هو في الحته دي انا شايفه مش محتاج ان هو يمشي، خصوصا ان الدنيا حواليه ما فيش فلوس. الكورونا مخلصها على كل الانديه الكبيره، لا في الانديه بقى لا ريال مدريد هو ريال مدريد ولا برشلونه هو برشلونه، وبالتالي القعده في ليفربول احسن. هيبقى عايز يروح لو هو في الاحوال الماضيه وليفربول برشلونه بقوته وريال مدريد بقوته اقول لك يروح. هيبقى عايز يروح الاولمبياد ولا ما اعتقدش يعني؟ هو كده عايز هيستنى. اصل هو لعب الاولمبياد قبل كده خلي بالك، يعني هو ما عندوش في لعيبه اللي ما لعبتش بقى نفسها يلعب اولمبياد، هو لعب اولمبياد. هو الاولمبياد انا عايز اشوفه. فهو هو صلاح فكرتها ان الدوري هيبدا 13/8 صح؟ والاولمبيك جيمز شغاله؟ لا مش شغاله، تكون خلصت متهيألي او بتخلص. هي هي 20/7 بس هي مش هتاخد راحه يعني. الجزء اللي بيعمل فيه اللي فاضل سنه بريبريشن يعني. فمش هيريح يعني، وبعدين هو هيروح هيشوف النادي يعني. في ناس بيقول لك يعني مثلا نيمار في البطوله الابيضيه كانت في البرازيل ما كانش فيها، كان تقريبا برشلونه ساعتها قال له مش هتلعب ولا راح لعب. بس خلي بالك هو كان عايز يلعب لانها في البرازيل وعايز يجيب الميداليه. بس خلي بالكوا يا جماعه ده مش استثنائي، لان انت انتوا لاحمين اللعيبه دي لاحمين موسمين مع بعض. لا وفي كاس امم كمان. في كاس امم انا ما اعتقدش اصعب. بقول لك يعني هي هتبقى هو لعب الاولمبياد، فممكن يقول لك انا يعني غصب عني ليفربول عايز بقول لك والله بص اقول لك حاجه، ادوا فرصه للعيب صغير تشاين ان هو لا ممكن لعيب كبير. وعايز اسالك سؤال، ممكن لعيب ادي فرصه لعيب صغير ممكن لعيب ياخد فرصته من هنا يلعب ليه ما نديش فرصه معلش ليه ما نديش فرصه ان اللعيب في الحته اللي قدام دي، واحد مثلا زي صلاح محسن مثلا، واحد زي طاهر، واحد زي بتاع ممكن يلعب كويس وممكن يبقى جامد جدا ويروح نادي كويس في فرنسا، يروح نادي كويس في المانيا، يروح خلاص صلاح اوريدي هدز خلاص عمل ال ايه. بس هو راح مش جايبه عشان انت مش جايب صلاح عشان لسه هيروح، انت جايب صلاح عشان هو المنتخب اللي يوديك لحته ثانيه يعني. انا كابتن جوهر الله يرحمه لو تفتكر ساعه منتخب الشباب مع كابتن شوقي في الارجنتين فضلوا يتحايلوا على كابتن جوهر كل اتحاد الكوره، انا فاكره كابتن سمير الله يرحمه وبتاع. كابتن جوهر كان عنده مبدا يقول لك طالما اللعيب لعب منتخب اول وبقى اساسي في المنتخب الاول ما يروحش يلعب تحت. طبعا الاولمبيك جيمز مختلف، انا ما عشان القانون مختلف. بس فاكر يا حازم ولا لا؟ ايوه كابتن جوهر كنا بنلعب في المنتخب الاول قال لك لا، لو انا ممكن كنت رحت منتخب الشباب ده كان ممكن مثلا لعيب زي اليماني عمره ما يظهر. كان ممكن لعيب زي جمال حمزه ما لكن هو. طب عايز اسالك سؤال، في الليفل ده وانت خدت التجارب في القصه دي، رغبه اللعيب مهمه مع النادي يعني؟ انت لو لعيب في ليفل كبير وعايز اروح زي ما حازم قال مثلا نيمار مع برشلونه قالوا له لا، قال لهم انا عايز اروح. هتروح بس تعمل مشكله، هيبقى ليك في مشكله مع ناديك شويه. والله بص يعني وحسب علاقه اللعيب بالنادي وحسب النادي شايف ازاي الموضوع، وفي نادي ممكن يتقبل وياخدها على نفسه وفي ناس. والله بص انا شايف معلش انا لو تسالني في القصه دي يعني انا شايف ان النهارده رئيس اتحاد الكوره ايا كان هو مين لازم يبقى ليه دور فعال مش المدرب بس. يعني مثلا ساعه كاس امم 2006 صح؟ كابتن سمير الله يرحمه كان في خلاف كبير جدا ما بين توتنهام وبين المنتخب، انت عارف كان في وسط الموسم، وكان القانون بيقول ان لازم ان انا اروح قبلها باسبوعين ومش هتنفع. كابتن سمير جالي قعد ثلاث ايام راح زار رئيس النادي. وجود البريزنت وجود رئيس اتحاد كوره بنفسه وراجل محترم وراجل بيمثل دوله. انت ما فهمتنيش مع محمد صلاح خليه بس اشرح لك. انا رايي ليه ما فيش حد من اتحاد الكوره يروح يتفاوض النيجوشيشنز على فكره والتفاوض. انا عايز اشرح لك ما تسيبني كده اكمل القصه. كابتن سمير قعد مع الراجل دانيال ليفا رئيس النادي وفي الاخر وصلوا لاتفاق ان ميدو هيمشي بالشكل الفلاني وهيروح في تاريخ كذا وبتاع، والناس كلها الاطراف كلها راضيه وضع مختلف. لكن لازم اتحاد الكوره يروح هناك مش المدرب. ان انا سمعت ان في تقارير ان كابتن شوقي لو كابتن شوقي يروح لا، لازم واحد بيمثل اتحاد الكوره، رئيس اتحاد الكوره او مندوب من اتحاد الكوره رايح وبيقعد مع اداره ليفربول وبيتفاوض معاهم. بس هو لازم الاول يكون منسق مع صلاح. برافو عليك. اهم حاجه هي الاساس رغبته يعني. كل اللي انت بتقوله ده انا في اعتقادي دي شكليات. هو لعيب كبير جدا مؤثر جدا، هو النهارده لو رغبته كده وزي بقى ما انت بتقول وقفت ان انت رغبته ولا النادي ممكن تعمل الخطوه دي. لكن اللي انا بساله رغبته دي مؤثره بشكل كبير للاعب في وضع معين؟ طبعا طبعا رغبه اللعيب مهمه. لكن كابتن حازم بيقول رغبه انك تدوس انك ترغب يعني. هو برده راجل لعب اولمبياد قبل كده، بالنسبه له يعني الحاجه الوحيده بقى ان هو شايف انه ممكن ان هو ياخد ميداليه او مش عارف يعني. لكن انا كمان يا جماعه ما ننساش ان الراجل انت عندك بعد ثلاث شهور اربع شهور
كاس امم افريقيا صح. فانك تسيب الفرقه فتره السنه دي يعني جامد. تسيب الفرقه في فتره الاعداد وترجع وبعد كده بتاع ممكن تروح عامله معاه كده. فبرضه احنا برضه على فكره احنا برضه لازم نجيب له العذر. لا لازم نبص لمصلحه صلاح برضه لان هو ده الراجل، هو ده الامباسدور بتاعنا. صح ده الراجل اللي هو بيمثلنا دلوقتي في التوب ليفل وبتاع، فاحنا عايزينه يفضل يلعب في التوب ليفل اطول فتره ممكنه. لازم نساعده. انا قلت كده والله قلت لو راح ماشي ما راحش الناس لازم تقدر. لازم نساعده عنده ظروف يعني. هو احنا ما عندناش هو ده واحد. صح. هو ده عايزينه ان شاء الله يفضل يلعب 4-5 سنين كمان في التوب ليفل. صح. عشان يعمل كده لازم المنتخب يساعده. صح. يجي يلعب الماتشات المهمه مع المنتخب، لكن لو في فرصه ان هو يفضل مع ناديه يفضل مع ناديه. شرفتنا على امبارح حبيبي يا سيف، شرف بوجودك ده ان شاء الله. استاذ النائب حبيبي يا سيف، ربنا يخليك يا سيف. خلصنا حلقتنا النهارده مع العالمي بتاعنا، بنشوفكم ان شاء الله باذن الله في حلقه جديده.